السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكو شباب إن شاء الله بخير وياكم علي العراقي. اليوم الجيف اواي اللي وعدتكم به مال 25,000 مشترك. أول شيء حشرح شلون تنزل كارت قبل ما تشوف الفيديو. تدخل على السوق بلاي، طبعا لازم عندك أمريكي، إذا ما عندك سوق بلاي أمريكي فعل أي برنامج في بي إم مثلا الهولا أو الهوت سبوت. فعله وحيروح يشتغل عندك السوق بلاي الأمريكي ونزل الكارت وتقدر تستفاد منه بأي وقت. هسه شلون ننزل الكارت؟ كيفية تنزيل الكارت، تدخل على الخيارات، هنا خيارات، هنا الخيارات طلعن، تدخل على استيراد القيمة، على هاي استيراد القيمة تدخل عليها، وراها لازم تكتب الرمز، الرمز مال كود اللي هي مثلاً أحرف، مثلاً 9J، مثلاً JKH فاصلة، حسب الكارت مكتوب أحرف لازم كبيرة، بالكارت دائماً أحرف كبيرة دي، وتستمر هي 4. مثلا اربع تتكون هيك الكارت، تتكون من 4 مراتب وكل مرتبه بيها مثلا 4 احرف او 5 ويجوز اكو اكثر. المهم هيك تكتبه احرف كبيره وتقول له استيراد القيمه وينزل وراها. انا هذا هيك وهمي. يطلع الفيديو مال اللعبه وحيطلع الكود بدقيقه معينه حيطلع، فانت لازم عليك توقف الفيديو وتكتب الكود تروح تنقل على السوق ومبروك عليك كارت فيت 10 دولار جوجل كارد جوجل. تحياتي للجميع، good luck.